طيب يا شباب، في سؤال جالي كده واتكرر كتير جدا، فقلت ارد عليه في فيديو منفصل علشان الناس كلها تستفيد. ميكاترونكس ولا ميكانيكا؟ كله دايما بيسألني ادخل التخصص ده او ادخل التخصص ده، وبالذات اكتر اسئلة بتيجي عن ميكاترونكس ولا ميكانيكا. اللي بيسأل السؤال بيسألني على من واقع خبرتي ومن واقع سوق العمل محتاج ايه. شوف، انا ما اقدرش اجاوبك اجابة قاطعة في الموضوع دوت، ولكن في حدود خبرتي في الخليج. في الخليج هنا بالنسبة للتخصصات الصناعية، الميكانيكا والميكاترونكس، الميكانيكا هي فرصتها اكبر في ان هي تلاقي شغل بسرعة. الميكاترونكس اعتقد ان راتبهم بيبقى اعلى شوية، ولكن فرصتهم في ان هم يلاقوا مجال شغل اقل شوية من الميكانيكا، لان في المصانع الكبيرة بتلاقي 4 مهندسين ميكانيكا او 3 مهندسين ميكانيكا مقابل مهندس واحد ميكاترونكس، ففرصة مهندسين الميكانيكا ان هم يشتغلوا اكتر، ولكن الرواتب للميكاترونكس اعتقد ان هي بتبقى افضل. وبرجع وبعيدها ان ديت من مقابل نظرتي انا في سوق العمل في الخليج في المجالات الصناعية، والنظرة ديت مش موجودة على دراسة ولا اي شيء، ولكن دي تجربتي الشخصية انا واللي بشوفه موجود متاح حواليا في المصانع اللي موجودة حواليا او اللي انا زرتها. السلام عليكم. ثانية واحدة قبل ما تمشوا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا على اليوتيوب، اكتبوا قناة رقميات هيظهر لكم قناتنا، اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة، وما تنسوش تشتركوا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تويتر، لينكد ان، هتلاقوها بنفس الاسم رقميات.